جد على طول وندخل في، واتمنى بقى يكون توقعك لتشكيل صن داونز المره دي يكون حقيقي، بس ما تحطلناش بقى الناس التقيله في القصه دي، يعني خليهم مصابين. سيبك اللي قاله فاروق واللي اكد عليه فاروق واللي انا اكدت عليه مع فارس، ولنا بقى تشكيل فريق صن داونز. بص، اللي مش عايز يلعب كله قول انه هيلعب. احنا جايبين تشكيلين معانا، لو نبدا نستعرض التشكيل عشان بس خدنا خبره بقى. تعالى ممكن نستعرض الكلام ده على الشاشه احسن، بحس تبقى بعيد عني ويبقى مفيش رهانات تانية تدخلها معايا. طبعا الصن داونز السنه دي مختلف شويه عن السنه اللي فاتت. ايه اللي اختلف فيه عن السنه اللي فاتت؟ بعض الحاجات الطفيفه. بيلعبوا السنه دي بال3 4 3، يمكن في حراسه المرمى واحد من نجوم الفرقه وهو اللي شالهم في مباراه البترو اتليكو، روني ويليامز حارس منتخب جنوب افريقيا. لا ده مش هننساه اكيد، يعني راجل يعني تصدر ركله جزاء كانت حاسمه في البطوله الماضيه. الثلاثة أربعة ثلاثة، الثلاثة اللي ورا، اللي في النص، اللي ما بين الاثنين المساكين مكوينة، ومكوينة ده هنبدأ كده نحط عليه دايرة ونركز مع بعض بقى، لأن ده مصدر، هم عندهم محطات في بناء الهجمة. أول واحد وأخطر وأهم واحد ويليامز، يليه مكوينة. إذا بناء الهجمة عندهم بيبقى منين؟ من العمق، الاثنين اللي قدام بعض، مكوينة وويليامز. الاثنين المساكين طبعًا مافالا مش موجود، هيخش ريفالدو جوتزا اللي هو المساك ده اكتر لعيب في صن داونز عامل تمريرات في دوري جنوب افريقيا، لعيب كورته على الارض حلوه بس مش زي طبعا مكوينا ولا زي ويليامز. ممكن يخش، متوقعين ان يخش موسى لبوسا. مع ويليامز يا دكتور احمد احنا مش هنحتاج اننا نضغط عالي قوي كده، اننا نضغط على حارس المرمى، لكن كان في مباراه الهلال كان بيغلط، يعني هدف الهلال السوداني الموسم الماضي كان عنده مشكله، السنه دي عنده مشكله، يعني ممكن بناء الهجمه يعني من عند حارس المرمى يكون في بعض الخلل. ده اللي احنا هنقوله في نقاط الضعف. هو هي نقطه قوه في نفس الوقت، بس انت لو ضغطت عليه وغلطته ممكن تخليها نقاط ضعف. تمام. موسى لبوسا ده المساكش اللي ناحيه الشمال اللي ممكن يخش بكره ناحيه الشمال، ولو يعني لو فضل كده بنفس طريقه لعبه، وعبد المنعم بوطويل المغربي اصلا مساك موظفه السنه دي باك ليفت، يعني كمساك جناح ناحيه الشمال عبد المنعم بوطويل رقم 13، ممكن يفكر برضو في التشكيل الثاني اللي هيبقى معانا يدخل عبد المنعم بوطويل زي ما نهى الشوط الثاني في بترو اتليكو، حط عبد المنعم بوطويل كمساك ورجع مديبة اللي هو اصلا باك ليفت يرجعه باك ليفت. هو في السنه دي عامل تغييرات، ده التشكيل اللي بيلعب بيه يعتبر السنه دي. موداو طبعا باك رايت ممتاز، عنده سرعات ممتازه ناحيه اليمين، وعبد المنعم بوطويل هو اللي ناحيه الشمال، الاثنين اللي في النص مارسيلو ليندي، وده لازم نعمل عليه ثلاث دوائر كده لان طبعا ده اهم لعيب في الجزء الامامي في التصويبه، وفي اكتر لعيب صانع فرص في صن داونز في دوري جنوب افريقيا 13 فرصه، اكتر لعيب صانع فرص في الماتشين اللي فاتوا اللي هو مارسيلو ليندي، ده دايما مميز بالاختراق من العمق. ومديبه اللي هو اصلا باك ليفت السنه اللي فاتت، ده الاختلاف اللي حصل السنه دي ان مديبه دخل لجوه بقى لعيب في وسط الملعب. الثلاثه اللي قدام مخليسي ده لعيب اصلا كان وسط ملعب وظفه كجناح، ليه؟ لان هو مهامه الدفاعيه كويسه، ففي بعض الماتشات الكبيره بيحطه كجناح يمين. جونيور مندييتا اللي هو الارجنتيني رقم 15، وده لعيب برده جايبينه من دوري جنوب افريقيا وبيلعب في راس حرب، ولعيب مهاري عنده برده اللي هو وسرينو نفس النوعيه يعني. وقدام سيمبا زواني اللي هو لعيب طبعا دولي وواحد من احسن اللعيبه في جنوب افريقيا، على فكره ممكن يفكر برده، هو دايما ماتشات مكوينه قدام النادي الاهلي بيحط اثنين مساكين يمسكوا، هو بيعمل ضغط عالي في ماتشات جنوب افريقيا، يحط الاثنين دول لقدام وزواني يسقط لتحت، وطريقه اللعب تتحول لايه؟ لاربعه اربعه اثنين او اربعه ثلاثه واحد اثنين، اللي هي اربعه اربعه اثنين دايموند، الاثنين دول يضغطوا على المساكين وزواني هو اللي ياخد كوكا او مروان عطيه. ده دايما هات التشكيل الثاني هتبص برده نفس الفكر، بس احنا قلنا ايه؟ نجرب برده نحط احتمال ثاني ان عبد المنعم بوطويل يخش كمساك ثالث سنتر باك سنتر باك ويحط مديبة باك ليفت، ويدخل واحد زي زونوجو اللي هو رقم 8 في وسط الملعب جنب مارسيلو ليندي، ورقم 33 اللي هو اصغر لعيب في الفرقه مواليد 2001، ده برده ممكن يكون مفاجاه بكره لان هو لعيب مهم وعنده سرعات، رقم 33 بيعتبروه موهبه صاعده في جنوب افريقيا، اللي هو ماسيكو اللي هو جاب الجون الثاني في بترو اتليكو لما نزل الشوط الثاني، وسرينو برده احد الحلول اللي ممكن نشوفها بكره مع سيمبا زواني. هل لوكاس روبيرو وبيتر شيلويل جاهزين؟ طبعا دول ومورينا الثلاثه دول يفرقوا معاهم قدام جدا الثلاثه دول. خليني اقول لك ان اللي جاء من فاروق صلاح ان اللعيبه دي بتتمرن اخر ثلاث ايام مع فريق صن داونز، لو تم الدفع بيهم هل هيتم الدفع بيهم من بدايه المباراه وهيكون على حساب مين، ولا ممكن ان هو يخليهم معاه احتياط
يقدر يدفع بيهم في اي وقت من اوقات المباراه. هو ممكن يحطهم على الدكه ويديهم الشوط الثاني بعض الوقت عشان برضو لانه لسه عنده مباراه اياب بالزبط. وممكن واحد بس يعني ممكن مثلا هات التشكيله اللي قبلها بعد اذنك اللي هي الايوه، ممكن مثلا يستغنى عن مخليسي ويحط مثلا واحد زي لوكاس روبيرو، لان لوكاس روبيرو مهم جدا عنده، هو هداف الفرقه في دوري في دوري جنوب افريقيا يعني. لو نستعرض حتى نقاط القوه بس قبل ما نروح لنقاط القوه صبري، هنا في التشكيله الثانيه اللي فيها سيرينو وزويني الاثنين سنهم عالي جدا، هل بتشوف ان ممكن الاثنين يبداوا مع بعض، ولا تعتقد ان ممكن لاعب زي مندتا اللاعب الارجنتيني اللي في السن اصغر مع لاعب زي زويني ولاعب زي مسوكو هما اللي ممكن يشاركوا، لان الراجل ده دايما بيحاول الشق البدني يكون فيه سرعه، بتشوف سان داونز ممكن في نقطه التشكيل دي يعتمد على مين لو بيتر شالولي ولوكاس روبرتو هيكونوا خارج التشكيل؟ بص، فكره عامل السن طبعا مهمه، لكن هو الراجل لحد دلوقتي مندتا بالنسبه له ما بيشاركش بالشكل الكبير، ما بيلعبش 90 دقيقة، يعني يمكن معدل مشاركاته في الفترة اللي فاتت ما بتعديش أكتر من 43 دقيقة، المعدل بتاعه 43 دقيقة في المباراة، فهو لسه تقريبا ما دخلش السيستم، مش مديله اللي هو عايزه. في نفس الوقت سيرينو مستواه كويس لكن سنه كبير، فبرضه ما بياخدش عدد دقائق كبير، لكن سيرينو مؤثر جدا، أرقامه عظيمة، في 6 ماتشات سجل هدفين وصنع 4، يعني ليه مساهمة تهديفية في كل مباراة. كل مباراة معدل المراوغات طبعا عنده عالي، ومحاولاته كمان على المرمى كبيرة، حاول 16 مرة في 7 ماتشات على المرمى، منهم 5 محاولات صحيحة، فدي نسبة برضو كويسة، يعني تلت محاولاته على المرمى بتبقى بين القائمين والعرض. وفي وجود إيلاندي كمان الاتنين مع بعض، قصة التوب لينكت في التمريرات وبناء الهجمة بيبقى الوضع صعب. صحيح، فهو ربما يدفع بواحد فيهم لبعض الوقت ثم يستبدله بالاخر، ما اعتقدش ان اللي هيلعب فيهم هياخد 90 دقيقه ايا كان مين اللي هيبدا، لكن على مستوى التاثير فطبعا سيرينو تاثيره اكبر بكتير جدا جدا. في نقاط قوه الحقيقه احنا حابين نتكلم عليها، دي ارقام سيرينو. ارقام سيرينو بقى نستعرض اهم لاعبي سان داونز وارقام اهم لاعبي سان داونز على الفتره الاخيره، تخص دوري الابطال والافرو ليج عشان تبقى الامور واضحه. هو لعب 6 مباريات طبعا مش كلهم بشكل اساسي، وما لعبش 90 دقيقه كامله في الماتشات دي، لكن سجل 2، صنع 4، صنع 8 فرص تهديفيه في الوقت القليل اللي هو بيشارك فيه، مراوغاته 7 من 11 مراوغه، نسبه طبعا مرتفعه، محاولاته على المرمى زي ما قلت 16 محاوله منهم 5 اون تارجت، سجل منهم 2، فاحنا بنتكلم عن لعيب تاثيره كبير جدا وفعال جدا. خبرته ده سيرينو واحد من اهم مصادر القوه. كمان ممكن نتكلم على ويليامز حارس المرمى اللي احنا اتكلم وقلنا ان هو راجل من اصحاب الفضل الحقيقه في البطوله اللي فاتت، وهنتكلم عن تصديه كمان لركلات الترجيح. لعب 11 مباراه في دوري الابطال وفي الدوري الافريقي، استقبل 9 اهداف، رقم كبير، رقم كبير طبعا على حارس كبير. شباك نظيفة، احتفظ 4 ماتشات بشباك نظيفة، مميز جدا في التصدي للانفرادات 1-1، راح عليه 3 انفرادات، الثلاثة صدهم، ودي نقطة قوة من نقاط. بيلعب برجله كويس صبري. بالظبط. ركلات الجزاء ممتاز جدا، 3 من 3 اتشاط عليه 3 صدهم، الثلاثة أرقام عظيمة. تصدي للكرات العرضية 26 من 208 كرة عرضية اتلعبوا جوه ال 18، فهو حارس بخيل شوية في خروجه. ودي نقطة احنا ممكن نستغلها جدا، ان احنا نكثف كرات عرضية، يكون عندنا مهاجم مودس لو لبعض الوقت يكون موجود ممكن يكون حل، او صلاح محسن، اي حد بيقدر يلعب بدماغه كويس ممكن يستغل حاجة زي كده، ويكون في كثافة ضربات ركنية وطبعا في حلول 18 الضربات الثابتة لسه هتكلم عنها، الضربات الثابتة احنا اصلا مميزين فيها وبنلعبها بشكل كويس، فاعتقد ان هتبقى عندنا فرصة ان احنا نسجل من على الاقل من ضربة ثابتة في مباراة زي دي. الراجل ما بيخرجش من مرماه كتير، واحنا عادة برضو الحقيقة قدام سان داونز بنسجل من كرات ثابتة، لكن في المجمل طبعا هو حارس من الحراس المميزين جدا في القارة يعني. قبل ما تنقل بس على اللاعب الثاني، انا هنا لفت انتباهي نسبة 100% في التصدي لركلات الجزاء. نفترض وده بيحصل وعندنا لاعب مهاري زي كهربا بيبقى في ال 18، رضا سليم لو يلعب، حسين شحات، بيرستاو، لعيبه تقدر انها تصنع حلول مع بعض الاندفاعات في التهور من مدافعي صن داونز. شفنا اول دقيقه في المباراه اللي فاتت في لاعب بينطرد، صحيح، ركله جزاء اتحسبت للنادي الاهلي. هل المفترض ان يدخل المسدد الاول علي معلول في لاعب في حارس مرمى يمتاز بالتصدي لركلات الجزاء وبالتالي دارس كويس قوي علي معلول ممكن الزوايا اللي بيقدر يختارها، ولا تروح لفكره مختلفه تماما وتجيب لاعب بيجيد تسديد ركلات الجزاء وتبعد عن فكره علي معلول؟
وانت بتجاوب حط في اعتبارك ان مارسيل كولر في مباراه القاهره الموسم الماضي خلى محمد هاني هو اللي يسدد ركله الجزاء وتصدى ليها وليان. انا هقول ان كولر بيتعلم من اخطائه، مش هيعمل الحركه دي تاني. طبعا انا بشوف ان المسدد الاول لازم هو اللي يدخل على الكوره، لان المساله مش مساله مهاره بس، لكن مساله كمان استعداد نفسي. معلول عنده كم من الخبرات، وعنده كم وعنده ثبات في الشخصيه يخليه في اي وقت تحت اي ضغوط يقدر يسدد ركله جزاء ويسجل، وقادر ان هو مش دايما بيشوط في نفس المنطقه، احيانا بيغير، فهو قادر ان هو يشوطها. فكره انها تيجي هي اما بتبقى الكوره ما بين حارس المرمى والمهاجم، هي برده في الاخر 50-50. مع التطور اللي حصل في التكنولوجيا، وان الحراس دلوقتي بيبقوا داخلين عارفين اغلب الاماكن، بيشوط 60% ناحيه اليمين، 20% ناحيه الشمال، لكن في الاخر هي فيها نسبه توفيق كبيره. الاهم من ده ان اللي يكون اللعيب اللي داخل عنده ثقه ان هو هيشوط كويس وهيسجل، وبعد كده بيكون عامل التوفيق هو اللي بيحسم الموضوع. انا لو مكان كولر طبعا علي معلول هو اللي هيدخل لو في ضربه جزاء يعني. معانا بعض اللاعبين الاخرين، عندنا كمان مارسيلو ليندي من اللعيبه المهمه جدا في تشكيله سان داونز. لعيب مهاري، لعب 11 مباراه، سجل هدفين، صنع هدف واحد لكن صنع 19 فرصه تهديف. صناعه الاهداف بتبقى متعلقه طبعا بكواليتي المهاجم اللي قدامك وقدرته على ترجمه الفرصه دي لاهداف، انما هو في 11 مباراه صنع 19 فرصه، وده رقم جيد الحقيقه. مراوغاته ما بيستخدمش المراوغه كتير، يعني مع عدد الماتشات ده هو لجا للمراوغه 7 مرات بس، منهم 4 نفذهم بشكل صحيح، وده يديك انطباع قد ايه هو لاعب مباشر بيدور على الحل الاكثر ايجابيه، مش بيدور على انه يعمل شو، بس لما بيحتاج المهاره بيستخدمها كويس. محاولاته على المرمى برضو بيروح على الجون كتير، رقم كبير جدا للاعب، 16 محاوله بالظبط، 16 محاوله منهم 5 اون تارجت، حوالي الثلث برضو، وده برضو رقم. صبري عايز اقف معاك عند الرقم ده، لان ده رقم مهم جدا، وايلاندي سجل فينا اصلا من تصويبات ولعب قيمته السوقيه كبيره جدا، من اكتر اللعيبه اللي داخل القاره على مدار السنتين اللي فاتوا تم انتدابهم. النادي الاهلي، عايز اخدك لسؤال يخص النادي الاهلي في المحاولات، في ظل غياب امام عاشور اللي هو اللاعب اللي يقدر يشوط، وفي عدم ايضا وجود حمدي فتحي، مين في النادي الاهلي يعمل دي؟ يعني مين في النادي الاهلي ممكن يشوط؟ لان سان داونز عنده كمان مشكله لما متصاب عليه، مين في النادي الاهلي ممكن يديني الدور ده بكره؟ في ظل عدم وجود امام عاشور انت عندك صعوبه شويه في ان انت حد يتقدم من نص الملعب ويسدد، ما عندناش مسدد جيد. ربما ديانج بيعملها احيانا، لكن مش دايما بتكون بيقدر يحط، يعني ديانج متعود دايما يشوط ببطن رجله اكتر، هي بتبقى مظبوطه معاه اكتر، فمش متاح اغلب الوقت ان هو يقدر يحط بطن رجله زي ما هو متعود من مسافه قريبه في التلت، يعني في على حدود القوس بتاع ال 18، انت محتاج حد يشوط من ورا شويه، فاحنا للاسف ما عندناش في التشكيل. هو الفتره الاخيره يمكن رضا سليم في الضربات الثابته، ويمكن قفشه بياخد محاولات على المرمى ولكنها لم تكن دقيقه بالظبط، انما بقوه التسديدات او الاكيورسي اللي بيعمله امام عاشور في التسديد، لا ده مش هيكون حل متاح للاسف بكره. لكن في الكرات الثابتة في حلول متاحة كتير، في الاختراق في حلول متاحة كتير، لكن الأهم بكرة بالنسبة لي إن أنت دفاعيا تكون منظم جدا، تخنق عليهم الملعب. يعني أهم حاجة بالنسبة لي إن احنا ما نستقبلش أهداف، ثم إذا ربنا أكرمنا وقدرنا نسجل تمام، ما قدرناش في مباراة هنا تانية. وزي ما أحمد كان بيقول، حتى لو استقبلنا أهداف الأهداف ما تكونش كتير ويكون الفريق ضيق، يعني 1-0 تمام، 2-1 تمام، النتيجه ما توسعش اكتر من كده. فبالنسبه لي اهم حاجه بكره ان احنا نكون مضيقين الملعب، خانقين المساحات قوي على لعيبه سان داونز، لان هي لعيبه مهاريه اكتر منها لعيبه التحامات، بتحب التمريرات القصيره كتير جدا، فبيلعبوا كره حلوه. الكره الحلوه دي لما بتضيق عليها المساحات اللعيبه اللي قدامك بيبدا يخرج عن التركيز بتاعه، وده اللي احنا يهمنا بكره ان احنا نركز عليه يعني. أكيد. طب بالنسبه لبوتويلا يا استاذ، اللاعب المغربي من شمال افريقيا، هاخد بس من كلامهم على مارسيلو أوليندي، ده مهم قوي، لان مارسيلو أوليندي ده مهم جدا بكره، لازم تراقبه، لازم تعمل عليه رقابه بشكل كويس جدا، ما تديلوش فرصه. لو نستعرض حالات نقاط القوه عشان تلعب سان داونز، خطوره سان داونز دايما من العمق، ده حقيقي 100% هجوم سان داونز مش بتوع عرضيات، سان داونز لازم تامن العمق. مشكلتنا في الماتش السنه اللي فاتت ان انت بدات بثلاثه ما كانوش بدنيا كويسين في وسط الملعب،
لازم الثلاثة اللي في وسط الملعب يكون الورك ريت بتاعهم حتى كويس. حتى عارفين أدوارهم، مين اللي يضغط، مين اللي يزيد، مين اللي يستنى في كان واضح جدا حتى في هدف من الأهداف ما كانش في حد بيضغط على المسدد. لازم الثلاثة اللي في وسط الملعب يكون الورك ريت بتاعهم كويس، يكون معدل الضغط بتاعهم كويس، ما اديش فرصة بقى الواحد يشوط على الشناوي من مسافة بعيدة، ما اديش فرصة إن أنا يبقى عندي اختراقات من العمق. تعال نتفرج على الأول حاجة البيلد أب بتاع صن داونز، دايما بيعتمدوا على إيه؟ على الحارس ويليامز في بناء الهجمة، دايما هو بيلعب برجله كويس جدا، هو اللي عليه الدايرة دي، هو دايما حتى لو الكرة مع المدافعين تلاقيه بيرجعوا الكرة ورا عشان هو يبني، يقدر يبني الهجمة. بس الصورة هنا بتقول إيه؟ إن دايما بيبقى فيه اتنين في مرحلة البناء عندهم، مين؟ اللي هناك ده مكوينة اللي هو رقم أربعة، ومين هنا؟ مارسيلو ليندي. الاتنين اللي في وسط الملعب دول لازم يتعمل عليهم رقابه. هتقول لي ازاي؟ هقول لك ممكن تطلع لو انت امام عاشور مش موجود، ممكن يبقى في ديانج دايما فتح في الضغط، ممكن يرحل تحت راس الحربه ويبقى في كوكا ويبقى في مروان عطيه، يبقى ثلاثه في وسط الملعب، مروان عطيه سته واثنين ثمانيه، ديانج ناحيه اليمين وكوكا، ديانج هو اللي ياخد دايما يراقب مكوينه، لان انت لو ما فصلتش مكوينه هتتعب، لازم مكوينه ده يتفصل، ومارسيلو ليندي يقدر بقى ياخده سواء هنا مروان عطيه. هنا نقطه يا دكتور بس مهمه جدا على الصورة اللي انت جايبها دي، هل انت تتوقع ان النادي الاهلي يطلع باثنين من وسط الملعب لحدود او التلت الامامي في قصة الضغط وده ما يؤثرش على المساحات؟ بتلعب ضغط عالي اصلا. لا انت مش هتلعب ضغط عالي على حارس المرمى على فكرة. لا هو انا بتكلم على الاثنين، حتى على هو صن داونز اصلا بيعمل ايه؟ بيعمل عملية اثارة للفرقة عشان انا بستسيرك عشان يضغط، عشان يضغط عالي. ما هو ده اللي انا بتكلم فيه. انا لو رحت للمكان ده باليو ديانج او مروان، اليو ديانج هيضغط هنا عند ميكو، ده الفاينل سيرد مهم جدا. بص ده الفاينل سيرد هنا، ده هيعمل مش قدام، مش عند الاثنين المساكين. لا انا بتكلم على اللي انت بتشاور عليه على مكوينة. حتى الاثنين دول انا شايف اننا ننتظر، يعني لازم نستنى ان انت تضيق. ايوه ماشي، بس انت تحديدا انت ممكن يعني بمعنى صح ان انت هتجيبهم في وسط ملعبك. انا بتكلم مش شرط ان الضغط يبقى ضغط عالي، لا مكوينه لازم حتى لو هو انت هتجيبهم في وسط ملعبك مثلا مكوينه هيبدا يبني الهجمه. طب مين اللي هيمسك مكوينه؟ هوريك مكوينه ده لو ما مسكتوش هيعمل. طب قلب هات الصور اللي بعدها نفس الشكل. هنا برضو الاثنين المساكين، يعني لو واحد بيبني الهجمه حبني، لكن ده مصر ان انا باظي الحارس المرمى عشان يمرر من ورا عشان هو اللي يمرر. فدي انت هنا خلاص عايز تسيب لو انت عايز تسيب الضغط وما تلعبش ضغط عالي سيبه عند حارس المرمى، ما تضغطش على المساكين. بس مجرد ان الكره وصلت لوسط الملعب لازم اضغط. ده طبيعي. ده طبيعي، لازم مكوينه وإليندي المرحله الثانيه في الضغط، يعني دي المرحله الاولى سيبهم يضغطوا. انا مش بقولك ان انت هتضغط من هنا، انت لازم الاثنين اللي في وسط الملعب دول يتمسكوا بشكل كويس، لان دول المرحله اللي بيتدرجوا عليهم. طول ما انت فاصلهم عن الفرقة صن داونز هتتعب. كمل هات الصورة اللي بعدها نفس الشكل برضو. ويليامز دي كانت ضربة مرمى اتلعبت له عشان ان هو يلعبها برضو. كمل هات الصورة اللي بعدها نقدر نشوف. هنا بقى نفس الشكل اهو برضو، مين الاثنين اللي في مرحلة البناء؟ مارسيلو ليندي اللي هو اللعيب التشيلي ومكوينة، الاثنين دول في وسط الملعب هم اللي بيبنوا الهجمة. انا ممكن اسيب الكرة مع المساك ومع الباك ومع حارس المرمى مفيش مشكلة، يعني ما تضغطش اللي هو تطلع بقى لو بدأ مش عايز مثلا قفشه. لا مش مهم، سيب ويليامز يحضر براحته، لكن الاثنين اللي ورا دول طول ما انت فاصل مكوينه ومارسيلو ليندي خلاص. عشان كده بقول لك لازم الضغط في وسط الملعب يكون كويس، طول ما انت وسط ملعبك في الماتشات دي يضغط بشكل كويس فايق تقدر ان انت تكسب. كمل هات الصوره اللي بعدها. بس انت كده مش هتلعب تحت الكوره. مش لا تلعب تحت الكوره مفيش مشكله، هات لعيبه صن داونز هاتهم في وسط ملعبك وتقدر تلعب. او افضل حل بكره ان انت تضغط في وسط الملعب بالزبط. مش لازم لا تعمل لو بلوك ولا هاي بلوك في وسط الملعب. هنا بص مانا عشان ما تديش فرصه لمكوينه ان هو يشوط، لانه يبني الهجمه يروح كتير ويشوط. هوريك بقى مكوينه ايه ان هو ياخد مساحه ويشوط. هو بيعمل كده. شوف مكوينه تحديدا، مكوينه اهم لعيب حتى في جنوب افريقيا مش في صندوق. بص اهو الجونين بتوع صن داونز اصلا جايين من عنده. صحيح. ليه؟ بسبب اهو هنا بقى مين لازم هنا لازم مكوينه يضغط عليه. مش شرط ان انت تضغط عليه في وسط ملعب. طب مين اللي هيمسكه هنا؟ لازم ديانج يقرب، لازم كوكا يقرب، لازم مروان عطيه ليه؟ ما ادوش فرصه ان بص هنا كام لعيب في العمق للعيبه صن داونز. انت عندك مارسيلو ليندي وعندك مكوينا وعندك دخل سيرينو ودخل كذا حد في وسط الملعب، هم دايما بيخترقوا من العمق. العمق مهم جدا، انصاف المساحات لازم تتقفل عشان اسيب الاطراف مفيش مشكله، لان صن داونز اصلا ما بيهاجمش من على الاطراف. مش فرقه تعتمد على الدبل باص، المساحه الهاف سبيسز اللي بين لازم وسط ملعبي يتقفل بشكل كويس. هنا مكوينا بيعمل التمرير الطولي في ظهر الدفاع. هات الصوره اللي بعدها اتعملت ازاي. بص مارسيلو ليندي كان واقف فين وهيروح فين. هنا التحرك الذكي، التحرك بدون كوره بتاع اللعيب التشيلي. كمل
بص هيبدا يتحرك اهو، هو بس الهدف جه منين؟ من بدايته، من مكوينة اتلعبت 1 2 ما بين مانديتا وما بين مخليسي، مارسيلو بيقطع في المساحه اللي ما بين المساك والباك. هات الصوره اللي بعدها هتلاقي بيتسحب جاي مارسيلو ليندي من ورا. خطوره ليندي زي ما انت اتكلمت عليه ان هو بيجي من ورا مش مراقب، صحيح. لو مش متراقب لا لازم تعمل رقابه على ليندي لان هو المرحله الثانيه في البناء، ولازم تعمل رقابه على مكوينة اهو. الاندي جاي ازاي مش متراقب في المساحه ما بين المساك والباك، اتلعبت له قدروا يسهات اللي بعدها جونيور مندييتا الارجنتيني لعبها لمارسيلو الاندي قدر يسجل من خلالها. هات اللي بعده برده، هنا برده الجون الثاني جاي من عند مين؟ مين اللي معاه الكوره ده؟ مكوينة. هنا مكوينة لو مش ممسوكه مين اللي جنبه؟ مارسيلو ليندي. مين اللي قدامهم؟ عامل راس المثلث سيرينو. هنا ثلاث لعيبه من صن داونز في العمق، عشان كده بقول ان الفرقه دي فريق عمق، لازم وسط ملعبي بكره يكون فايق وبيضغط بشكل كويس على الثلاث لعيبه دول تحديدا. لكن ممكن يغير، ممكن يحط لوكاس روبيرو، يحط بيتر شيلويل، مفيش مشكله، لكن الاساس بتاعه في عمليه بناء الهجمه الاثنين دول، مكوينة ومارسيلو، ده التغيير اللي حصل السنه دي. مش عايز تخليهم يستلموا اصلا. اه يعني ما يعني المساحات دي كبيره جدا يعني، ولو استلم ما يطلعش الباص مرتاح. بكره ما ينفعش يبقى ده شكله في الحاله الدفاعيه طبعا. المساحات دي واسعه جدا وبتدي فرصه لعيبه صن داونز ان هم يخرجوا بالكوره ومع مهاراتهم بكل سهوله. لازم الضغط يكون المساحات ضيقه، لازم مروان عطيه يكون قريب من 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 قلبين الدفاع، ينزل تحت خطوتين ولا حاجه، يكون قريب شويه من الدفاع، الخطوط كلها تكون قريبه من بعضها، ونضغط من نص الملعب، لا نتراجع قوي فنخلي فيه خطوره على مرمى الشناوي، ولا تضغط عالي، نضغط عالي ونسيب مساحات لان هنتعاقب بالشكل ده طبعا. لو خنقناهم في نص الملعب ولعبنا ميديوم بلوك هيكون شكلنا افضل بكتير يعني. هات الصوره اللي بعدها، هنا برضو تكمله الهدف جت من مكوينة لسرينو. مين بقى اللعيب اللي بيتحرك اللي نزل الشوط الثاني اللي ممكن برضو يكون بيجهزه لينا؟ اللي هو ماسيكو، اللي هو مواليد 2001، اللي هو اللعيب اللي اتلعب وسريع جدا، سريع جدا وخفيف الحركه وبيتكلموا عليه كويس ان هو موهبه صعبه. هات الصوره اللي بعدها هتلاقيه راح ورقص الجون وقدر ان هو يسجلها. فماسيكو ده ممكن يبدا بيه بكره يعني، مش ما تستبعدش. لا ده هو بنسبه كبيره في الحته اليمين ماسيكو ولا هيبدا، مش شرط ان هو لا يعني، ممكن يبدا بنسبه كبيره. ده كده يعني ابرز، احنا اتكلمنا على ابرز نقاط القوه، عشان نرحل على نقاط الضعف بقى، نشوف العيوب اللي عندهم. زي ما اتكلمنا على المميزات واتكلمنا على خطوره مكوينة ومارسيلو ليندي، الضغط عليهم مهم جدا. الثلاثه اللي قدام حتى لو بدا بلوكاس روبيرو، لوكاس روبيرو لعيب هداف، لعيب اشول، نفس برضه ماسيكو يعني، هو لما جهز ماسيكو هو بيجهزه عشان لوكاس روبيرو ايه اتصاب، نفس النوعيه. فانا مش فارق معايا الاسماء قد ما فارق معايا فكر الراجل ايه واسلوب اللعب وانت ازاي هتتعامل معاه. واهم حاجه ما تديش مساحات لا في وسط الملعب، لازم تعمل رقابه كويسه جدا في وسط الملعب، وما تفتحش الجيم. فتح الجيم وانت عندك نقص اكسجين وبتلعب الساعه 3 يخليك تعاني، لا انا اقفل الجيم بشكل كويس والعب على المرتده والعيوب اللي احنا هنتكلم فيها. طب في دكتور ثابت، قبل ما نروح للعيوب، احنا معانا الاهلي منفصل ولا نسال فيما يخص الاهلي واحنا معانا الحالات لا دي؟ لا نسال في الاهلي. اه طب يبقى كويس. ليه بقى؟ انت اتكلمت عن شكل صن داونز بشكل واضح وازاي هو بيتدرج بالكوره وازاي بيدافع. انا عندي النادي الاهلي عندي سيناريوهين، السيناريو بتاع قفشه مع ديانج ومروان عطيه، والسيناريو بتاع كوكا وثلاثه في نص الملعب. قفشه في المباريات الاخيره على المستوى الفردي منور، وعلى المستوى الفردي في تحسن، وعلى المستوى الفردي بيصنع فارق، بس في رايي ده له انعكاساته على المستوى الجماعي للفريق. على المستوى الدفاعي كنت بتشوف السنه اللي فاتت حمدي فتحي مع ديانج مع التركيبه اللي فيها ثلاثي كان الورك ريت اعلى، فقفشه اضاف لك هجوميا، بس على مستوى النتاج الاجمالي قصدي للفريق، هل هو ده في مصلحه الفريق ولا بتفضل ان انا يكون عندي ثلاثه؟ ايه السيناريو اللي انت بتفكر فيه بكره؟ خصوصا حته التسديد، ما هو قفشه برضه ممكن يعملها لك لان انت ما عندكش حد يعمل ده. قفشه عامل موسم كويس جدا مع النادي الاهلي، بس مباراه بكره محتاجه رتم عالي شويه. قفشه مباراته في القاهره افضل. بكره انت محتاج لعيبه في وسط الملعب الورك ريت بتاعها اكتر اعلى. مروان عطيه لا غنى عنه في مركز 6 بكره طبعا. يديك حمايه للاثنين المساكين، وكوكا ماشي بشكل كويس بس اقدر احطه في مركز 8 ناحيه الشمال، نفس الفكره اللي احنا نهينا بها مباراه سيمبا هناك. الثلاثه اللي كانوا في وسط الملعب كان مروان عطيه وكان كوكا وكان ديانج، انا محتاج الثلاثه دول يدوني حمايه اكتر مع الاعتماد على الهجمات المرتده في ظهر دفاع صن داونز اللي هم عندهم مشاكل في المساحات اللي ورا الظاهرين اللي هنتكلم عليها. اقدر استغل واحد زي بيرسي تاو، بيرسي تاو اصلا ممكن يبقى حالته مش حلوه بس تلاقيه في ماتش صن داونز بقى كويس، هو تحديدا في مباراه صن داونز بيبقى بيعدي بيها بشكل كويس. واحد زي رضا سليم عنده سرعات اقدر استغله، واحد زي حسين الشحات عنده بالخبرات بتاعه اقدر استغله، وكهربا اللي هو اصلا احسن لعيب في البطوله لغايه دلوقتي والحاله اللي بيمر بيها.
فلو شفنا حتى نقاط الضعف، هات اول صوره في نقاط الضعف، هتلاقي هنا المساحه الموجوده في ظهر الباك ليفت اخطر مساحه موجوده عند سان داونز، اللي انا لازم بكره احط فيها بيرسي تاو. احسن لعيب يستغل المساحه دي بيرسي تاو، خاصه مع الحاله اللي بيمر فيها في ماتشات سان داونز. بيرسي تاو في الحته دي، بص هنا المساحه، هنا مافالا تقدم وعبد المنعم بطويل اللي هو الباك ليفت اللي هو اصلا كان مساك، بيبقى دايما في مساحه في الحته دي اللي هي المساحه اللي ما بين المساك والباك او المساحه في ظهر الباك ليفت. هنا بيرسي تاو نفس الجون اللي جابه السنه اللي فاتت، لو قطع لجوه اتعملت له تمرير، اقدر ان انا استغل تمريرات واحد زي كوكا، واحد زي مروان عطيه، واحد زي ديانج، اعمل تمريرات طوليه، اعتمد على الهجمه دي ان انا اقدر اعمل تمريرات طوليه. البيرسي تاو في المساحه الخاليه يقدر ان انت تستغل المساحه في ظهر عبد المنعم بوطويل او مديبه. مديبه لو بدا باك ليفت ودخل عبد المنعم بوطويل مساك، اقدر ان انا استغل. كمل، هات الصوره اللي بعدها، هنا اتلعبت، هنا طبعا لو الفينش بتاع المهاجم كويس كان قدر ان هم ده في الدقيقه 24 قدر ان هو طبعا، والحارس ويليامز بيشيلهم، حارس ويليامز كويس جدا في الكور دي، قدر ان هو يشيل الهجمه. هات الصوره اللي بعدها، دي برده نفس اللعبه اللي هي جه منها ركله الجزاء، برده هنا ايه، هنا المساحه في ظهر الباك ليفت بتاع سان داونز اللي هو عبد المنعم بو طويل او مافالا. هنا مهم دور بيرسي تاو ان يقدر يستغل المساحه دي، او حتى لو بدات بحسين الشحات مثلا لو فكر يغير، هنا برده اتحسبت ضربه جزاء من المساحه في ظهر الباك ليفت بتاع سان داونز، مهم جدا استغلال الحته دي. هات الصوره اللي بعدها، هنا اللي انت اتكلمت فيه بقى، ويليامز على قد ما هو مميز الا ان انت ممكن في بعض الاحيان، مش طول الوقت، ممكن تضغط عليه، خاصه هو بيقعد يشاور كده للعيبه بيستسرهم عشان يضغطوا، فانت ممكن لو ضغطت عليه تغلطه في بعض الاحيان، بس ده هيبان اكتر في مباراه القاهره مش أو في بعض الاوقات ادوار خاصه بالكهرباء، لان هو كهرباء فقط لا غير، هو راس الحربه، فهو ممكن اللي يلعب الجيم ده ويستغل خطا من اخطاء الحارس. صح، فده هنا بص، هنا كانت الدقيقه كام؟ ده في اول الماتش خالص في الدقيقه 8، كمل هتلاقي الكره اتباظها، هو مصر ان هو يباظي، بس معلش وقف ثانيه واحده، هنا مين الاثنين اللي نازلين يستلموا؟ مكوين اهو ومارسيلو ليندي، ده في بدايه الماتش بتبينك فكر المدرب، ادي مكوين اهو وادي مارسيلو ليندي، هنا هو مصمم يباظي للاثنين دول بس، يعني ما بيمررش لا للمساك اليمين ولا للمساك الشمال، لا انا عايز امرر للاثنين اللي في الوسط، فالاثنين اللي في الوسط طول ما هم ممسوكين بشكل كويس قدر ان هو برضه مصر يباظيها له. هات الصوره اللي بعدها، هتلاقي ان هي لما اتباظت لمارسيلو ليندي اتقطعت. ده حقيقي. فانت لو الاثنين دول اتمسكوا بشكل كويس، انت عملت لهم عزل في الفرقه، لان هم الاثنين المساكين خلاص، هو الحارس مصمم ان هو يباظي يطلع على دول. هنا اتقطعت اللي هو كمان الاثنين وقفتهم فيها مشكله وهم بيستلموا، وشهم لجونهم تماما، فمش شايفين ايه اللي في ظهرهم، هم وقفتهم اصلا يعني تقنيا غلط، ف بالتالي هو قدر ياخد الكره من وراه ويروح بيها، فهم وقفتهم اللي فيها مشكله دي، واعتماد حارس المرمى دايما على انه يطلع عليهم هم الاثنين، دي في اوقات كتير احنا ممكن نستخدم ده ان احنا نضغط في بعض الاوقات عليهم في خروجهم بالكره شويه، بس مش من اول المباراه، ومش طول الوقت، ما اعتقدش في اول المباراه محتاج يعني الضغط على الحارس، لا لا مش في اول المباراه، لا اول المباراه ولا طول الوقت، تحديدا الاثنين دول اللي انت لازم تضغط عليهم، عشان كده انت ما سالتني، عايز اسالك على حاجه. فضل. انت كنت بتتكلم على بو طويل، والامانه انا لحد دلوقتي حاولت اتفرج على لقطات للاعب، شفت توظيفه احيانا بيدخل فكره زي ما بتحصل في كتير من الانديه الاوروبيه اللي هو الباك الشمال اللي بيضم للعمق، واحيانا بيلعب سنتر باك. انا مش شايف الاضافه اللي هو ضافها لسان داونز عشان تجيب مدافع من الدوري المغربي ادواره مختلفه، يعني ادواره لحد دلوقتي مش ظاهره لي. انت شايف ايه الاضافه اللي بيقدمه لسان داونز، او ايه فكره انتدابه اصلا؟ هو الفكره ان هو سان داونز اصلا نقطه ضعفه الاثنين المساكين، بقالهم سنتين نقطه ضعفهم الاثنين المساكين اللي بيكلفوهم كل سنه يخرجوا من دوري الابطال، ان هم ما عندهمش مساكين كويسين، مدافعين كويسين يعني. بالزبط. ففكروا ان هم يجيبوا عبد المنعم بوطويل لان هو كان بيلعب في الرجاء المغربي، ففكروا يجيبوه ان هو عنده الخبرات الافريقيه وكده، بس الحقيقه هو اكتر لاعب في دوري جنوب افريقيا بيرتكب اخطاء. ده حقيقي. بيعمل فاولات يعني، ودي لازم نستغلها، لان سان داونز عندهم مشكله في الكرات العرضيه والضربات الثابته، زي ما احنا اتكلمنا مع المدافعين، والواحد على واحد برضه عندهم مشكله، وطبعا والضربات الركنيه والثابته مهم جدا ان يكون في تكتيك، لان انت في طول القامه واحد زي عبد المنعم ممكن يجيب لك جون من ضربه ركنيه وترجع تقفل، زي ما قبل كده فايلر عمل وقدر ياسر ابراهيم سجل جون في خلال ضربه ركنيه، فانت مهم جدا ان انت تستغل الضربات الركنيه والثابته. هات الصوره اللي بعدها برضه، هتلاقي نفس الشكل، هات ارقام لاعبي سان داونز في دوري جنوب افريقيا، احنا ما استعرضناهاش. صبري نقدر نستعرض مع بعض الارقام. كنت عايز اتكلم برضو عن ابو طويل، كويس ان الصوره جت. هو برضو في دوري الابطال وفي الافرو ليج هو لعب 8 مباريات ما بين
قلب دفاع وما بين ظهير ايسر، دقه التمرير عنده كويسه 90% سواء وهو بيلعب في الاثنين، فيعني هو من ده معتاد في صن داونز ان اللعيبه في اي مركز التمرير عندها جيد بتطلع بره. دقه التمرير الطويل 50% ودي نسبه محترمه جدا، فدي من الحاجات ممكن اللي تجاوب هم ليه انتدبوه، لانه حل برضو بالنسبه لهم في بعض الاوقات، يعني هم لو بيعتمدوا دايما على التمريرات القصيره والخروج بالكوره من تحت، انما في بعض الاوقات ممكن يحتاج حل الكره الطويله، فهو مميز حاله الضغط العالي بس هو ايمن تقريبا بيلعب برجله اليمين صح، بيلعب برجله اليمين مش بالشمال. ارتكاب الاخطاء في الثمان ماتشات دول هو عامل 11 فاول اغلبهم في مناطق مؤثره، فهو لاعب كثير لارتكاب الاخطاء صح. فهو من النقاط اللي ممكن ان احنا نشتغل عليها، احنا بندور على 90 سنتي وما بياخدش كرات عاليه ده برده غريب مثلاً. جدا بالنسبه لي يعني مثلا دي برده من عيوبه الشديده يعني. ارقام لاعبي صن داونز في الدوري بقى في دوري جنوب افريقيا برده مهمه وممكن نستعرضها يعني مع بعض. هداف الفريق طبعا هو روبيرو سجل 5 اهداف. الاكثر اسيست هو شالويلي عامل 2 اسيست. اكثر واحد صنع فرص هو اليندي واتكلمنا عنه كتير الحقيقه في الدوري، بس صنع 13 فرصه لحد دلوقتي. والاكثر مراوغه هو برضو روبيرو عامل 11 مراوغه. بالنسبه لبقيه ارقامهم فعندنا ريفالدو كويتزيمبر اللعيبه المهمه جدا، ممرر جيد جدا، هو اكثر واحد في الدوري عامل تمريرات ده السنتر باك صحيح. قول له استعرضها يا معانا الاحصائيه على الشاشه معانا صوره. طب يعني خلاص يعني طب بما انك قلتها صبري، يعني برضو كان في مباراه ما ينفعش نتغفلها وهي المباراه اللي اتلعبت في البطوله دي اللي هي مباراه سواء مباراه الذهاب او العوده لصن داونز امام بترو اتلتيكو، واحصائيات المباراه دي وايه اللي ممكن تطلع بيه غير نقاط القوه والضعف كارقام، يعني لو فسرنا المشهد اللي احنا شفناه ده في حالات لارقام احصائيات تجمع ما بين بترو اتلتيكو وصن داونز عشان برضو تكون الصوره واصله، لان دي اخر مباراه ومباراه الذهاب والعوده في الدور الاول للبطوله. احنا معانا الارقام برضو لو نستعرض الارقام اللي هي ارقام صن داونز واحنا بنستعرضها عايزين نقول حاجه، ان احنا زي ما بنقول ان الاهلي في الماتشين بتوع صن داونز في الماتشين بتوع سيمبا ما كانش وحش. كان سيء وظهر بمستوى مش ما كانش مستوى في افضل ما كانش في وجهه الحقيقي لم يظهر وجهه الحقيقي. فبرضه صن داونز في ماتشين بتوع بترو اتلتيكو لم يظهر وجهه الحقيقي، فاحنا الارقام اللي هنستعرضها مش شرط ابدا تكون دلاله على اللي هيحصل بكره بالظبط.